وعليه فإن اللجنة تعلن أن غدا الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك الذي جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. وأخيرا شافوا الهلال. دولة قطر تعلن أنه غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان المعظم، وبناء عليه كل عام وأنتم بخير لكل الممرضين والممرضات، كل عام وأنتم بخير لكل الزملاء، كل عام وأنتم بخير لأهلنا وأحبابنا في فلسطين وفي كل بقاع الأرض ولكل المسلمين الدنيا. ولا نقول إلا كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أهله علينا بالسلامة والإسلام والأمن والإيمان، هلال خير ورشد، ربي وربك الله. وبإذن الله ما يخلص هذا الشهر إلا وتكون الحرب انتهت وكل واحد رجع لأهله ولبلده ولبيته، وإن شاء الله ربنا يسامحنا ويتجاوز عنا وعن أهالينا وعنكم وعن المسلمين. آمين.